اهلا بيكم. النهارده سادس وصفه من وصفات العيد، هنعمل السبليه القمر ده بكل سهوله، مقاديره مظبوطه جدا وهينجح معاكي من اول مره. السبليه ما بين البسكوت والبتفور، يعني من نفس العيله، واخد تماسك البسكوت وهشاشه ونعومه البتفور. حطوا لي لايك لو لسه اول مره تشوفوني، انا سحر ابو القاسم ودي قناتي. ساعدني جدا لو اشتركت في القناه وفعلت جرس التنبيهات عشان يوصل لكل جديد، واعملي شير للفيديو واكتبوا لي كومنت قمر زيكم، هيساعدني جدا ويدعم القناه. ويلا نبدا سوا.